أين بالفعل. يذهب النفط المهرب سواء من إقليم كردستان أو حتى من المحافظات الجنوبية لا سيما البصرة إلى خارج البلاد؟ أين يذهب بالتحديد؟ وبأي الطرق يهرب وكيف يمر من كل هذه السيطرات الأمنية؟ نعم نعم، الحقيقة هو أنه الآن بالجنوب تم سرقة النفط أو المشتقات من محطات التعبئة، لكنه هي ما تهرب من موانئ الجنوب، تهرب كلها من خلال كردستان. هذه العملية تتم لأنه الآن اتضح عنه وبشكل واضح هو أنه جهات الأمنية المسيطرة أو خلينا نقول أمن الطاقة يعني هي الجهة الفاسدة التي ضلعت بالعمليات الأخيرة اللي يعني خلينا نقول تسببت ب يعني هاي هذا الأعمال. الحقيقة اللي كشفها هاي هو اكو دائرة التفتيش بعد أن عجزت حقيقة بالتواصل مع شرطة الطاقة، اضطرت أن تروح إلى الأمن الوطني وأنه تستعين به من أجل السيطرة ومن أجل مسك السراق، وفعلا نجحت هاي العملية. ذلك لأنه عندنا احنا تعدد بالأجهزة الأمنية، ليس بالضرورة أنه كل الأجهزة الأمنية فاسدة، لكنه وهذا ما تضع حقيقة. أما أين يذهب؟ يذهب إلى عبر كردستان. كردستان بالنسبة للمشتقات حقيقة هناك فرق كبير بسعر النفط المشتقات ما بين الإقليم وباقي أنحاء العراق، وهذا طبعا يشجع على تهريب المشتقات. إضافة إلى ذلك تهريب النفط هو يعني إحنا نعرف أنه هو الأنبوب ما يضخ أكثر من 580 ألف برميل إلى جيهان، لكن الباقي قد يصل إلى أكثر من مليون. طيب. عبر تركيا وعبر إيران، تركيا طبعا إلى تركيا نفسها، أما عبر إيران حقيقة إيران هي عندها نفط وعندها مشتقات، لكنه يذهب إلى أفغانستان من خلال تجار أيضا فاسدين في إيران، أو أيضا أكيد بالتحديد هذا بالتأكيد أنه عندهم تسهيلات من قبل الجهات الأمنية في إيران، لأنه لا يمكن أن تمر كميات كبيرة من هذا النوع باتجاه دولة إذا ما كان هناك تسهيلات أمنية. إذا إحنا الآن نعرف أين تسير الأمور أو طيب. الاتجاهات التي يمر بها النفط المهرب والمشتقات المهربة.